تخرجت الاعلاميه جد مؤسفه ما عندها حتى مستوى. تنظن بان السيد الوزير العدل الوهبي ما عنده ما تعرفش كيتعامل مع الشعب المغربي وما تعرفش كيهضر معاه. الطريقه اللي تهضر بها طريقه جد تعسفيه. خرجوا الناس يدويو بغينا نسمعوهم هاد ولاد المسؤولين نجحوا في الانتخابات، بغيناهم يخرجوا يتكلموا ويهضروا كيف ما هضروا ولاد الشعب. فصدرت فيما بعد لائحه، هذه اللائحه التي تفوح من رائحه الفساد ورائحه التواطؤ ورائحه الخبط والعار. لليوم وزير العدل كيبرر، دار عذر اكبر من زله، يا ليته لاد الى الصمت. السلام عليكم الاخوان، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم الاخوان في هذه الحلقه من قناه مسلم عبد الكريم. نتمنى الاخوان كاملين تكونوا بخير وعلى خير، نتمنى تكونوا بصحه جيده، ونتمنى يكونوا عندكم كاملين الفلوس، لان الفلوس مهمه. هاي اللي مازال ما اشتركش بلا ما ننساه ينزل لتحت يورك على داك البوطون الاحمر تتولي بالبياض. هاي ديروا لينا لايك شو كومونتير يكون زوين. صلوا على رسول الله قبل ما نبداو، عليه الصلاة والسلام. الإخوان راكم شفتوا معايا السي فوزي القجع الرئيس الجامعة الملكية لكرة القدم، دار واحد الخطة ذكية. الناس ديال الجزائر والكابرانات ورطهم في واحد الخطة اللي هي خطيرة وذكية. زعما هاد السيد هذا يصفق له، هاد السيد هذا يضرب به المثل في جميع الدول، لان السيد تبارك الله متمكن، السيد عارف اش تيدير، السيد فاهم الخطوات اللي كيقدم. انا كنقول لكم واحد القضيه، لان هاد السيد هذا ما كرهناش يكون عندنا جميع المسؤولين بحال هاد السيد هذا، لان السيد ذكي، السيد كيدير خدمه نقيه، واللي كيدير الخدمه نقيه اش كيستاهل الاخوان، كيستاهل انه يصفق له. والحمد لله، الحمد لله من اللي عندنا بحال هاد النماذج. يعني ها دابا ورطوا في عقوبات اللي هي خطيره بزاف، تورطوا ما غيزقلوهمش. وعجبني في هاد القضيه اللي دار مريقل، والله العظيم الا مريقل عجبني وتحياتي ليه. هاكا يكونوا الرجال ديال بصح، ها هاكا يكونوا الرجال ديال بصح. والله العظيم الا زعما انايا ملي داروا هاد البلان هذا ديال يحبسوا ويبلوكيوا المنتخب المحلي ما يمشيش للجزائر، قلت زكاب مساخي تقولبوا مساخي اشراه لي بقجع. ولكن عفريت، عرفتي انا ملي تجي رئيس الكاب ورئيس الكان وتجيبوا الاستقبال وتجيبوا البلاصه اللي غينطلق منها الطياره ولا المطار ولا هكا، وشوفوا بعينيهم اشنو وقع وشنو طرا، كتسمى التوديه فوزي القجع، كتسمى ذكي، كتسمى ذكي، وبرافو عليك. وما عندي ما يتسالك على هادشي اللي درتي، وهادشي انا باش عجبني، هادشي انا باش عجبني. شي هاد السيد بحالو بحال بوريطه، شو تبارك الله بوريطه كيفاش كيشتغل وكيفاش كيخدم، ذكاء ذكاء. ايوا غادي نجيو عند واحد وزير دل وزير شتو على التصريحات كيقول، شي على خطابات كيقول، امين عام ديال الحزب يالله وزير قدو كيقول شي كلام. راكم شفتوا الحاله حالة الله، راكم شفتوا الحاله حالة الله. ودي راه باش تكون وزير راه ماشي ساهله، راه باش تكون وزير ماشي ساهله. عرفتي شناهي تكون وزير العدل؟ وما ادراك ما العدل، وما ادراك ما العدل. اللي زعما الوزارة راها تقريبا راه يا سلام كان يضرب بها المثل، ولكن دابا ملي تيشوفوا واحد فهمتي خطابات زعما عشوائية وهذا، الاعتذار لا يشفع له، لأن وزير ما خصوش يغلط وما خصوش يستفزوا صحافي. مجرد سؤال طرحوا عليك تستفزيتي، وزير ما كيستفزش. السياسي ما كيتستافش، السياسي هو اللي مريقل، السياسي هو اللي كيجوب بطريقه دبلوماسيه. يا الاخوان بنادم، ولكن راه نايد القيامه، نايد هادشي القضيه ديال الملف ديال محمد نادت فيه القيامه ديال بشح. والله يسهل عليهم هادو كاملين اللي ما نجحوش، الله يسهل عليهم. لان كيشهدوا الناس قال لك اودي راه كيستاهلوا،
وتبارك الله وصل على البيت. انا اللي عجبوني انا هاد الناس اللي ما نجحوش في المحاماه، شفتوا الطريقه ديالتهم كيفاش كيدويو الاخوان، وشفتوا الطريقه باش كيدويو، شفتوا الخيطات تبارك الله، اللغه ديالتهم كيفاش كيهضروا بها. ها وانا كنتحدى انايا ولد شي مسؤول اللي نجح، ولا ولد شي وزير، ولا ولد شي واحد، ولا فلان ولا فرتلان باه في الدوله انه يخرج يهضر. كنتمنى ان يخرجوا الناس يهضروا، لربما نكونوا ظالمينهم ولا شي حاجه، يخرجوا الناس يدويو، بغينا نسمعوهم. هاد ولاد المسؤولين اللي نجحوا في الانتخابات بغيناهم يخرجوا يتكلموا ويهضروا كيف ما هضروا ولاد الشعب. نعرفهم واش كيعرفوا يهضروا بالفرنسيه، ولا كيعرفوا يهضروا باللغه العربيه، واش المستوى ديالهم واش كي باش الناس تفهم، باش الناس تعرف. حتى ما بغيتهم يخرجوا يدافعوا على رؤوسهم، مزيان دافع على راسك، علاش باك غيبقى يدافع عليك؟ خرج دافع على راسك لانك تمعني بالامر. كنتمنى ودي الحرية ديمقراطية، نتمنى أن الناس تخرج هذا تهضر على الحق ديالها، لأن مزيان مزيان تهضر على حقك، ماشي باكي يجي يدوي عليك، يدوي في بلاصتك. لا سي هاد الكونكور تيعني ولاد المسؤولين، خاص ولاد المسؤولين يخرجوا يتكلموا كيف ما خرجوا ولاد الشعب، حتى هما كيتكلموا كيدافعوا على راسهم بأنهم سقطوا في الامتحان. يخرج دابا ولد شي مسؤول حتى هو ويناقش ويتكلم ويدافع على راسو لانه متهم بالنجاح. ايوا خاص بنادم يكون شويه شجاع، مزيان الشجاعه، الشجاعه راه زوينه. الشجاعه زوينه، خاص بنادم يقد عليها، وسيرتو انك في مباراه ديال المحاماه، المحاماه راه دوك يطافع في الجلسات كيدافع على الناس، خرج دافع على راسك، خرج دافع على راسك، ابعد انت دافع على راسك انت من هادشي، دافع دافع دافع، خرج دافع. هاد ولاد المسؤولين نتمنى خرجوا يدافعوا على رؤوسهم، هادشي اللي كنتمنى، ما باغين منهم والو. اما نجحوا نجحوا بالكوف ولا الله يسهل عليهم، حنا ما الا نجحوا بالكوف الله يسهل عليهم، الا ما نجحوش بالكفاءة ديالكم وباك صاحبي، وهذا هذا موضوع اخر، موضوع اخر. اييه انا عجبوني انا ان ولاد الشعب اللي خرجوا كيتكلموا، شفتوا المستوى ديالهم، وشفتوا الخطابات ديالهم، وشفتوا الناس تبارك الله كيفين واصله بالنيفو ديالها، والناس ضابطين. سيرتو ديك البنت ما عرفت سميتها، ديك اللي ما نجحاش تبارك الله، شوفوا الخطاب ديالها. شفتوا مثلا الحلقه ديال امين نصر الله، امين نصر الله شفتوا تبارك الله كيفاش كيهضر ملي جابوا حميد مهداوي، شوفوا المستوى كي داير عباد الله، شتو الخطاب، شتو السيد فاهم قاري واعي عارف شنو تيقول، فاهم شنو تيقول. ومتى حتى شي ولد المسؤول يخرج يتكلم، يخرجوا يتكلموا، تخرجوا يتكلموا، انتما غتبقاو ساكتينو. راه ملي كتسكت راه مشكل، ملي خاصك تخرج دافع على راسك، ما دمت انك انت نجحتي في المحاماة وغادي تكون محامي مستقبلا، وغتدافع على الناس اللي مظلومه، وتدافع على الناس اللي متهمه، وخرج بعد دافع على راسك، لانك دابا ترى الناس كتهمك، كاين اتهامات ضدك ياك وضد الاخوان. يخرج يدافع على راسه، يخرج نتمنى يخرج. اودي انا نبقى يتابع هادشي غيخرج ليا العقل، يخرج ليا العقل. انا راه واحد حليت ما واش غنقول لكم، ترى سطيتني، راه سطيتني، راه غادي نطج من هاد الدار وغنخلي لها الدار وغنزيد في حالاتي. ترى عندي واحد المراه، ودي الله يفرق بيني وبينها في اقرب وقت ان شاء الله. الاخوان ادوزوا بخير.